السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وتقوى أبداننا بذلك. إن المصائب تدفع بذكر الله تعالى، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وقال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة والأخوات، صحائفكم تنور بذكر الله، الملائكة تتنزل عليكم بذكر الله، الشياطين تنخنس وتنصرف عنكم بذكر الله. الله يحفظكم بحفظه ما دمتم له ذاكرين، الله يذكركم إذا ذكرتموه. لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، سيدي ولد آدم، امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظ أهل الإسلام. أم يمنى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكذا أم عائشة والمسلمون جميعا. يقصد حكم الاستمناء، يذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى التحريم مستدلا بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول: ما القرينة التي صرفت الكفر المطلق لتارك الصلاة إلى إذا كان جاحدا؟ القرينة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، القرينة قول رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ على ركوعهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عافى عنه وإن شاء عاقبه. فلكونه دخل تحت المشيئة خرج من دائرة الشرك. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، الحديث ضعيف. أخت تعمل معلمة للمرحلة الإعدادية ولكن للبنين، هل هذا حرام؟ البنون في المرحلة الإعدادية كثير أو أكثرهم بالغون، كثير منهم بالغون ومميزون على الأقل، ليتها تنتقل إلى مدرسة بنات. حكم سفر المرأة للدراسة في نفس البلد، كيف في نفس البلد، نفس المدينة أو ماذا؟ صحة قصة الصحابية التي أوقفت أمير المؤمنين عمر وقالت له: اتق الله يا عمر، كنت تدعى عمير فأصبحت عمر فأصبحت يقال لك أمير المؤمنين، سندها ضعيف. هل يعامل كنز البحر مثل الركاز، مثل بعض الكنوز التي يجدها الصيادون؟ مسألة اجتهادية، لكن الأحوط أن تعامل كذلك. مكفرة الاستمناء الاستغفار والعمل الصالح. هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة ابنه بعد أن يطلقها وتنقضي عدتها؟ لا يجوز يا ربيع أبدا، لأن الله قال في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما حكم تحديد آية في المصحف بقلم حبر أو قلم تحديد؟ إذا كان الشخص اتخذ مصحفا للحفظ فعلم فيه بعض العلامات وجعله مخصوصا بالحفظ، إن شاء الله نرجو أنه لا يؤاخذ بذلك. حكم الاحتفاظ بألبومات الصور الفوتوغرافية لأهل البيت. إن سألت هل صنع ذلك في عهد أفضل القرون؟ لم يصنع ذلك ولم يحتفظ لرسول الله بصورة. ما حكم العمل بوظيفة في التأمينات الاجتماعية الحكومية؟ جائز والله أعلم. بارك الله في عمرك يا حامل المسك. الله، هل ترتيب صور القرآن توقيفي؟ ترتيب الآيات داخل الصور توقيفي، أما الآيات خارج الصور، أما الصور وبعضها البعض ليس عن رسول الله، يعني البقرة قبلها الفاتحة بعدها آل عمران، ليس هذا من صنيع الرسول عليه السلام، إنما هذا على الرسم العثماني فيما أعلم. حكم الزوجة الرافضة للإنجاب وماذا يفعل الزوج؟ إذا كانت ترفض الإنجاب بلا عذر والزوج يرغب في ذلك فتأثم لعدم، لأن الزوج من أجل الزواج من أجل مقاصده الإنجاب. أجبتك يا أبا أنس أن كرة البلياردو لا أراها تدخل في النرد. كيف يكون مستقبل الأمة الإسلامية عندما يكون العلماء غافلون والحكام نائمون؟
من يتحمل مسؤولية سفك دماء المسلمين؟ كل من له قدرة على دفع الضرر على المسلمين وقصر في دفع الضرر عنهم يحاسب على قدر قدراته وتخلفه عن نصرة المسلمين. حكم سفر المرأة للدراسة في نفس البلد من مدينة إلى مدينة أخرى مسافة 600 كيلو، 600 كيلو سفر تحتاج إلى محرم. يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي النجاشي ملك الحبش أن النبي صلى عليه صلاة الغائب، هل يجوز الصلاة الآن على مسيحي صالح مثل النجاشي؟ لا، النجاشي قد أسلم، إن النجاشي قد أسلم. هل الضاد تقرأ قريبة من الطاء من الظاء؟ الحروف المتقاربة متقاربة المخارج يتجوز فيها. فاتته صلاة العصر إلى أن أقيمت صلاة المغرب، ماذا يفعل؟ يدرك المغرب ثم يصلي العصر، يصلي معه المغرب ثم يقضي العصر، وهو الآن سيخالف الترتيب رغما عنه، والأمر واسع، وهذا رأي الأكثرين من العلماء. هل يجوز عمل سنة رمضان بدلا من زكاة المال؟ زكاة الأساسيات والفقراء سفهاء، الأساسيات كالرز مثلا يمشي، لكن قمر الدين والتمر هندي والخروب لا تشترى من زكاة المال. هل يجوز إعطاء إمام الأوقاف المعين راتب شهري نظير انتقالاته والمحاضرات في المسجد وتخرج من أموال الصدقات؟ صدقات أو زكوات يا جمال؟ هل تفهم الفارق بين الزكوات والصدقات أم ماذا؟ هل الربا على قرض من البنوك حرام؟ بلا ريب. هل يجوز؟ هل يأثم من جامع أهله بعد انقطاع دم الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل؟ يأثم، لأن الله تعالى قال ولا تقربن حتى يطهرن، أي حتى يرين الطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن. هل يحرم على المعتمرة النقاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وقد اختلف في رفع ووقف لكن الجمهور على ذلك. حامل في الشهر التاسع رمضان أمرني الطبيب أن أفطر، وبعدها كنت أرضع فلم أستطع الصيام، ما الحكم؟ أفطري وأقضي، أقضي بعد أن تتقوين على حكم تعليم القرآن والذي يعلمه لم يتم حفظه وليس عنده علم تجويد، هذا يعني غيره أولى منه في التعليم. إعطاء شخص أموال لشراء غرف في فنادق مكة والمدينة وبعد نهاية الموسم يرجعها بالمكسب، استثمار في هذا الصدد لا بأس به. حديث إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول لا يثبت، إنما لفظه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. كريم يسأل ما أفضل كتاب قرأته في التاريخ الإسلامي؟ لا أعلم كتابا في التاريخ الإسلامي كتابا سالما من الآفات. هل يؤثم دافع الربا مضطرا أم الإثم على الآخذ؟ يعني أنت اقترضت ربا ولا إيه بالضبط يا عبد الرزاق؟ قال أنت اقترضت بالربا أو ماذا؟ إذا كنت اقترضت بالربا فأنت آثم أيضا. هل الفهم الخاطئ للإسلام لبعض المسلمين شوه صورة الإسلام مما يدفع غير المسلمين بوصف بما ليس فيه وقتل الأبرياء؟ كلمة مجازة عن عدل ورحمة الإسلام. يا أختي الكريمة، ليس الفهم الخاطئ للإسلام هو الذي شوه صورة الإسلام. الأنبياء، هل رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام كان تعليمه خاطئا أو شوه الإسلام ومع ذلك رأيت الكفار يحاربون الرسول أشد الحرب؟ هل نوح عليه السلام كان فهمه أو تعليمه فيه خلل وكفر ابنه؟ فالهادي هو الله، فهذه دعاوى أرجوك أن لا تثيريها. الكفار كفار أينما يكونون وحيثما يكونون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هل يجوز الخاطب الذي عقد أن يخلو بمخطوبته وأن يخرج سويا وحدهما؟ هي أصبحت زوجة، لكن عرف كثير من البلاد لا يخرج معها، يعني عرف كثير من الصالحين هكذا، لكن هي زوجة أما إذا خلا بها يعلن
ما حكم أخذ أجرا على الرقية؟ لا بأس. فالنبي عليه السلام قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وكان هذا في الرقية. حديث يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمتي أمر دينها حديث ضعيف. حديث ضعيف، نعم معلول. لماذا لا نعطي الفوائد للفقراء الأقارب أو في المساجد؟ لأنك ستكون استفدت وجهة من أقربائك، كأنك تحن عليهم وأنت لست كذلك. أما في المساجد فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. أسافر في القطار لمدة تصل إلى 6 ساعات، كيف أؤدي الصلوات؟ إن كان بالإمكان أن تجمع جماعة بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إذا لم تكن تستطيع الجمع فحينئذ صلي ولو جالسا. أعمل في صيانة الجوال، وأحيانا يتلف جوال الزبون بدون قصد مع الأخذ بأسباب السلامة، هل علي تعويض؟ إذا كنت تسببت في إتلافي عليك التعويض. ما حكم الدعاء بعد التسليم من الصلاة؟ الدعاء بعد التسليم من الصلاة مستحب عند جمهور العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والله يقول فإذا فرغت فانصب. قال فريق من العلماء إذا فرغت من صلاتك فاجتهد في دعائك. وأيضا بالاتفاق معلوم أننا نستغفر بعد الصلاة، استغفر الله والاستغفار نوع دعاء، وكذلك نتعوذ والتعوذات نوع دعاء. بنت متزوجة في بلد ثانية وترى أهلها كل سنة، فكيف يكون برها لهم وهي بعيدة ولو بالهاتف؟ ما أفضل الصدقات للميت، وماذا نفعل لو ماتت الأم على صيام رمضان الماضي لأنها أتتها جلطة وكان عمرها 78 عاما؟ بسم الله. إذا كان المرض قد تواصل بها ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فإنها حينئذ لا شيء عليها ولا على أوليائها. أما إن كانت شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي، فمن مات عليه صام عنه ولي. صدر السؤال ذهب عني. الله يسر لنا ولك الحج هذا العام يا تامر يا رب. صديقتي تحتاج تفعل مشروعا وتنوي أخذ قرضا وتسعى أن تسدد قبل الفوائد. كيف قبل الفوائد؟ تعرف يا هاجر أخذ القرض مربوط بالفائدة. كم مدة المسح على الخف للمرابطين؟ ماذا تعني بالمرابطين؟ إذا كانوا على سفر فإنها 3 أيام بلا ليلة للمسافر ويوم وليلة للمقيم، ويبدأ التوقيت من أول مسحة على رأي الجمهور. هل يجوز توزيع زكاة المال للأقارب الذين لديهم دخل ثابت وضعهم المادي متوسط؟ هؤلاء لا يطلق عليهم مساكين يا جهاد. محفظ قرآن عرض عليه أحد تلامذته أن يذهب معا لعمرة في رمضان ويدفع عنه كهدية، هل يجوز قبولها؟ نعم يجوز. ونوه هنا إلى أن حديث عبادة بن الصامت علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فقلت أجاهد بها في سبيل الله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمت رجل القرآن فهدى لي قوسا، فذكر الحديث فقال إن أحببت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها لا يصح. محفظ القرآن للأطفال عندي بنات في سن البلوغ وهم ما زالوا يرتدون الملابس الضيقة والبنطال، فأنا ما عندي في الدعوة فن الدعوة، فبما تنصحني؟ ذكري بالله قدر استطاعتك، بناتك أو بنات يحفظن عندك، ذكري بالله. ما حكم كبسولات الدواء المصنوعة من الخنزير؟ لا يجوز استعمالها. بعض الناس هنا في ألمانيا يشترون سيارة من شركة المرسيدس تقسط عن طريق البنك والبنك لشركة المرسيدس نفسها، لا يجوز للربا. هل يجوز لمسلم أن ينضوي تحت قيادة شرطة لدولة كافرة وإن كانت مسالمة، يعني تعمل شرطي فيها؟ أنصحك بالابتعاد. هل
رد على من يقول بعدم نجاسة الكلب مستدلا بقوله تعالى وكلبهم. ما الدليل في قوله وكلبهم؟ ما الدليل في قوله وكلبهم باس ذراعي بالوصيد؟ ما الدليل على طهارته؟ لقد وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعدا وتأخر، فخرج النبي وقال لا يخلف الله وعده ورسله، فوجد جبريل على الباب قال ما منعك أن تدخل أن تأتينا؟ قال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فدخل النبي فوجد جروا تحت السرير فطرده ونضح مكانه. إذا سألني أحدهم عن فتاة أراد خطبتها فما حكم قول الحقيقة له؟ كل الحقيقة إلا أنك لا إذا قذفت بدون شهود سيقام عليك حد القاذف إذا رفع أمرك. هل تجوز تربية الكلاب؟ كلاب الحراسة والصيد والمشية جائزة، والكلاب الأخرى تكره يكره اقتناؤها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو مشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. والدي كتب المنزل باسمي مقابل مبلغ من المال، كان على والدي وبوجود إخوتي وأنا التزمت بسداده، هل هذا حلال؟ حلال. المشكلة ما حكم سب النساء لأزواجهم بالدليل؟ سب النساء للأزواج حرام، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، سباب المسلم فسوق، فكيف بالزوج؟ جدته كانت في أيامها الأخيرة أوصتني أن أقرأ لها القرآن بعد موتها، هل يجب أن أعمل بوصيتها أم يكفي الدعاء؟ إذا كنت وعدتها بأنك ستقرأ القرآن بعد موتها افعل، لم تعدها لا الأمر في ساعة لا تفعل. حكم جمع الصلاة للمسافر بدون سبب للجمع، لا بأس أن تجمع. ما أفضل دعاء للميت؟ هناك أدعية كثيرة لا نستطيع أن نفاضل بينها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. المسبوق بركعة وزاد الإمام ركعة هل تحسب له؟ هذا الذي أراه، إن المم يبني على صلاة هو. فاطمة عواطف، ما حكم زوجة أخ تفرق بين الإخوة وتهجرهم من بيتهم بالنميمة والسحر؟ آثمة بلا شك. لماذا تسمي نفسك التيتا؟ أليست ألفاظ الإسلام أفضل الجدة؟ هل يلزم الأهل إخبار الخاطب بمرض ابنتهم الذي لن يعوقها عن الزواج والإنجاب؟ إن نصح وبين بورك لهما إن شاء الله، من كتم وكذب فمن غشنا فليس منا. زوجتي تلبس خمار طويل يجوز أو عفوا أم لازم نقاب؟ أختار يا محمد النقاب. التزمت مؤخرا وأصبحت محافظا على الفرائض لكن باتت لي وساوس في العقيدة، انصحوني. تعوذ بالله من الشيطان، ارق نفسك، لا تحدث بذلك أحدا من الناس، لا تسترسل في التفكير. هل يقتل الرجل بامرأة؟ يقتل الرجل بامرأة وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. وقد رد النبي رأس اليهودي بين حجرين، وكان اليهودي رد رأس امرأة مسلمة بين حجرين. لا يقتل مسلم بكافر. لو تملأ أهل صنعاء على قتل رجل عمر يقول لقتلتهم به. الكلام على الوضوء لا بأس، السلام على الوضوء لا بأس. هل تجوز الصدقة على الأخ الفقير وزكاة المال؟ أيضا تجوز. حكم إعطاء كارت التأمين الصحي لشخص آخر، غش. هل تجوز الصدقة؟ أجبنا، حكم أجبناك أن هذا لا يجوز. يا أستاذ، من رد على شبهة قبر الرسول في مسجده؟ لم يكن ذلك في زمن الرسول، ومسجد الرسول أسس على التقوى من أول يوم. هل يجوز ذهاب المرأة للحج مع نساء أخريات في رفقة آمنة؟ جوز هذا جمهور العلماء، لأن نساء النبي حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان.
ولأن النبي قال يا عدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء إلى مكة لا تخشى إلا الله. هل من أذكار الصباح والمساء دعاء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك إلى آخره؟ سنده ضعيف. وضع كرسي في المسجد يعتبر صدقة جارية إن شاء الله. ألبس النقاب وخمار وزوجي يقول أن ألبس البيشة وأن نظري ضعيف فيقول أن غير راضي. البس يا رجل يتعف ربها، كيف تكشفين وجهك؟ غطي وجهك إن شاء الله يعني أحسن لك في دينك. حماد الشوي رد السلام. أذكار بعد الصلاة كثيرة جدا، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وثمة أذكار الاستغفار. كيف أخرج زكاة المال يحول عليه الحول ولكنني أدخل عليه مال آخر في نفس العام؟ إذا كان المال الذي تدخله على المال الأصلي عادل متولد من المبلغ الأصلي زكيه في نفس زكاة، في نفس توقيت زكاة المبلغ الأصلي. لكن إن جاءتك هبة مثلا أو مال جديد ممكن تنتظر عليه حول، لكن كن كريما مع ربك. أمي تشتكي لي من زوجة أخي وأن أسمعه من باب البر هل هذه نميمة؟ انصحها عمل عملية على يدي ونتيمم في الصلاة، هل يجوز يتيمم في صلاة العشاء ونصلي الشفع والوتر تيمم واحد؟ يعني في نوم ولا بعد الصلاة مباشرة؟ بعد الصلاة مباشرة بنفس التيمم ممكن، لكن هناك نوم تيممي تيمما آخر. هل صح دعاء أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه؟ لا يصح هذا السند. حط فلوس في البنك تنزل عليها فوائد، هل ده حرام؟ حرام. هل يجوز الأكل عند أهل الميت؟ هل يوجد حديث يحرم الطعام؟ لا، ليس كذلك، لكن هناك حديث ضعيف معلول، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة حديث ضعيف منكر. بل وعائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها الميت واجتمع الناس وانصرفوا وبقيت خاصتها تأمر بصناعة التلبينة لهم، تقول إن النبي قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. هل يمكنني أن أربي كلب في حديقة الخاصة للحراسة؟ لا بأس، لغير الحراسة يكره. ما جزاء الرجل الذي سعى في طلاق ابنته من زوجها بمجرد أن الزوج لم يرضخ لوالدها؟ إذا كان ظلم فيأثم، لكن نسمع. قديما قالوا قال الجدار للمسمار لما تشقني؟ قال سل من يدقني. أحسن من ذلك يا حاطب ما حملك على ما صنعت. حكم الصبغة السوداء للرجال مكروهة في الجملة، وقد فصلت في هذا مرارا. لي قريب يستدين كثيرا ويقترض كثيرا وهو في وظيفة محترمة، لكنه مضطرب نفسيا، وعندما علمت عنه ذلك امتنعت عن الصدقة له. لا بأس، ما دمت رأيت المصلحة في عدم إعطائه لا بأس أن تتخلف. حكم الصلاة خلف إمام لا يحسن القراءة؟ عفوا، ما الذي يجب قوله لمن اغتبت؟ ممكن تطلب مسامحة عما عجزت أو كانت ستولد مفسدة دعوت له وحسنت صورته التي أفسدتها. هل يجوز أن أفسخ عقد النكاح بزوجة أخفى وليها عيبا فيها هو أنها مريضة نفسانيا وتتبع علاجها؟ يجوز أن تطلق، لكن الماليات لابد أن تسمع القضية من الأطراف. حكما أفترت رمضانين سابقين بعلة الحمل والولادة والإرضاع عليها الإعادة، نسيبي فقير، هل يجوز؟ اسمه صهر يا زياد. أما نسيبي النسيب نسب القرابات، لكن المصاهرة هي التي تتأتى بالزواج. صهره فقير، هل يجوز أن أنفق على بيته وهو لا يصلي لحاجة أختي وأطفالهم؟ يجوز. هل يجوز إخراج الزكاة مال؟ كيف ما الزكاة تخرج مال؟ ما هي زكاة ماذا التي عندك؟ زروع ولا ماذا؟ كيف نأخذ حق من قتلوا غدرا؟
إذا أمكنك أن تقتل القاتل قتلت القاتل، لكن عندنا في ديننا لا تزر وازرة وزر أخرى. للجواب تفصيل أوسع. واقنط في صلاتك، من الممكن أن تقنط في صلاتك عليه وعلى من أزروه ووافقوه على هذا الصنيع. فالرسول لما قتل القراء قنت شهرا كاملا أو 40 يوما يدعو على من قتلهم. لحقت الصلاة مع الإمام في التشهد الأخير وسهوت بعد ذلك في الركعات. إذا سهوت وأنت تصلي منفردا فعليك سجود السهو وابني على اليقين. أما إذا سهوت وأنت مع الإمام في صلاة الإمام فالإمام يجبر سهوك. صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل إذا كان البقر أو الغنم يرعى حينا ويعلف حينا لا زكاة عليه؟ ابني على الغالب، لأن إذا كان البقر يرعى بدون ثمن، بدون من الأراضي بدون ثمن، لا هو الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. أما إذا كان يعلف فلا زكاة عليه، لأن النبي قيد الزكاة بالسائمة. عبد الباسط الأخ اللي سأل عن تربية الكلاب بالحديقة حلفك بالنبي، أحسنت. إذا استحلفنا نستحلف بالله، أحسنت. وهناك حديث في باب آخر أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. أرضعت بنت صديقتي وهي أيضا أرضعت بنتي، ما حكم الأخوات الأكبر والأصغر من ناحية الزواج؟ أرضعت بنت صديقتي وصديقتك أرضعت صديقتك أرضعت بنتك. الولد من ولادك الذي سيتزوج يتزوج بنتا أخرى غير التي رضعت منك، لا بأس. ما كفارة حلف يمين عظيم وكفارة شق الجيب ولطم الخد وسب من حولك بدون وعي أو تحكم في الأعصاب؟ كفرت حلف يمين عظيم على ماذا؟ ونقضه أو ماذا؟ إذا حلف كاذبا يلزم أن يستغفر الله ويرد المظلمة إلى أهلها. و ذهب السؤال. شخص يقرأ القرآن وسلم عليه، يقطع القراءة ويرد السلام. حديث ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة وما زاد الله بعبد، هو صحيح لكن بدون لفظ ثلاث أقسم عليهن. حكم السجود على التربة مع الدليل في الجواب. أية تربة؟ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حكم زخرفة المساجد من الداخل بالسقف وجميع الجدران والخارج، مكروهة. ورد عن عمر أنه قال: إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. والنبي لما رأى قراما قال: يا عائشة أميطي عني قرامك، فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي. حكم التعارف والتواصل بدون بنية الزواج ولكن في حدود، تلك في الغالب تولد مفاسدة. زكاة الدواء هل يجوز إخراجها دواء إن لم تجد السيولة؟ وإذا كان الدواء ينفع هل يعتبر قول علي الطلاق من كنايات الطلاق يحتاج إلى نية؟ العرف السائد في بلادنا يا علي أنهم يقولون علي الطلاق كيمين، ما يقصدون به طلاقا. الناس أحوج للفهم الصحيح للإسلام احتياجها، لا شك في هذا، لكنك تطلبين موضوعا كبيرا يضيق له المقام. وضع النبات على القبر لم يطرد، إنما الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بل إنه كبير، أي أنه ليس بكبير في أنظاركم ولكن عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، ثم أتى بجريدة رطبة فشقاش نصفين وضع على هذه وعلى تلك، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. لكن هذا الصنيع لم يطرد عن رسول الله، إنما فعله مرة، ولم يفعله كبار الصحابة، إنما أوصى به فقط بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن يفعل به ذلك عند على قبره.
إخواننا من البنغلاديش يؤخرون صلاة المغرب صلاة العصر في المسجد، هل يجوز لي أن أصلي العصر وحدي وأنصرف؟ يعني التأخير إذا كان التأخير يشق عليك صلي وانصرف، لكن إذا كان يتحمل انتظر الجماعة. صمت النهاردة وفطرت على توقيت التليفون والأذان في الجامع، وأذن المؤذن بعدها في الجامع بكم دقيقة، هل أصوم اليوم تاني ولا لا؟ هل هو قضاء مما عليك أو ماذا؟ عموما تلك مسألة اختلف العلماء فيها، ويرى الجمهور أنك تعيد الصيام، لكن أختار رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنك مخطئ ولا تعيد. رقم للتواصل ضروري 0153333. ما العبرة من عدم تشبيك الأصابع أثناء الإقبال على الصلاة؟ عبد الله بن مفيد يسأل. الحديث لا يصح يا عبد الله بن مفيد، وقد أشار البخاري إلى تضعيفه بتبويبه باب، حيث قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، واستدل بحديث يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا، واستدل بحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، واستدل بحديث الكسوف أن النبي خرج لأصحابه مشبكا ووضع خده على يده، فكل هذا ثابت صحيح. والحديث إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ضعيف الإسناد. الحالات التي يجوز الكلام فيها أثناء خطبة الجمعة ثلاثة أحوال: الصلاة على النبي عند ذكره، ثانيا تشمية العطس إذا عطس، ثالثا رد السلام على من سلم. منذ زمن وأنا أرتدي الساعة في اليمين لقول عائشة كان يحب التؤمن في كل شيء، قلت لك يا تبوك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتختم، وأغلب الروايات أنه كان يتختم في الشمال. نعم وردت رواية في اليمين، لكن أغلب الروايات في الشمال. فإذا كنت تقصد تزينا فهي إن كنت تقصد الحركة وسرعتها فالساعة في اليمين قد تعوق أكثر منها في الشمال، فالأمر واسع. ما الفرق بين سدا في صورة الكهف وردما؟ السد منيع، الردم قد يزال، فهو هم قالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، يعني لا يخرجون أبدا. قال أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، يعني يحجب لكن قد يزال بإذن الله. هل يجوز قولنا صي على حضرة الحبيب؟ إيه التخريف هذا يا محمود مرسي؟ صي على حد، لا تخرف. الوضوء لكل صلاة للمستحاضة وجوبا أم استحبابا؟ هذا رأي الجمهور، والأدلة قد تساعد على خلافي أيضا. عايز تقترب من الله وأمسك في الصلاة، يقول يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. هل عرق الجبين من حسن الخاتمة؟ ورد حديث بذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت المؤمن بعرق الجبين. كل هذه الطرق الصوفية كلها لا مستند لأفعالها من كتاب ولا من سنة، ولا أمرني الله أن أكون شاذلي ولا رفاعي ولا برهامي ولا دسوقي ولا بدوي، كل هذه تخاريف. عندنا كتاب، عندنا سنة، كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدوهما. حكم شراء الأضحية أو شراء شاة للعقيقة من فلوس قرض من بنك الربا؟ أنصحك بعدم الفعل، لا تفعل ذلك. لا تقترض بالربا من أجل العقيقة، لا تقترض بالربا من أجل الأضحية. المنفقة اليتامى من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. هل على الزوج وزر إن نمصت زوجته، يعني إذا تنمصت زوجته يمنعها، إذا تنمصت رغما عنه فيعظها
وأهجرها في المضجع كلكم رأى وكلكم مسؤول عن رعيته. كيف أوفق بين حسن الظن بالله وعدم تعشيم قلبي بأمر معين؟ يعني لا تيأسي من رحمة الله، لا تيأسي من رحمة الله، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيذر الدعاء. زوجي قال لي أنت حرمانة علي، بعدها بدقائق قال علي الطلاق أنت حرمانة، عليه كفارة واحدة كفارة يمين. هل يجوز طبع صورة الطفل على كوبه الذي يشرب فيه؟ الأفضل يا فردوسي تبتعدي عن هذا، التصوير في الأصل ممنوع إلا للضرورة أو للعب الأطفال. الله يثبتنا وياك. كنت مسبوق في الصلاة بثلاث ركعات، فماذا يقول عند التشهد الأخير للإمام؟ هل أكمل؟ إن في وقت أكمل، ما في وقت لا بأس. هل يجوز للرجل أن يؤخر ركعتي سنة المغرب فيصليها قبل أذان العشاء بخمس دقائق؟ يجوز، والأولى استبقوا الخيرات. لأن بس وقت العشاء احترز شوية، احترز بعض الشيء منه، انتبهوا يا أيها الإخوة، لأن وقت العشاء متأخر في الحقيقة عن وقته فيما أرى. لماذا؟ لأن وقت العشاء في الناحية الشرعية بالأدلة عن رسول الله عليه السلام يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر. وما معنى الشفق الأحمر؟ في اتجاه غروب الشمس تجد كرس الشمس سقط، لكن هناك حمرة، إذا هذه الحمرة سقطت دخل وقت العشاء كما جاء في النص عن رسول الله. وهذا قد يحدث قبل الأذان الموجود الآن، بل بالمتابعة وجد. فبسرعة صلي المغرب وصلي السنة التي تلي، وإن كان الأول جائزا كما قلت لك. الكيفية الشرعية لهجر الزوجة على حسب الذي فعلته، يعني ممكن تنام ظهرك لها لا تكلمها، ممكن تترك لها الغرفة. النبي هجر نساءه شهرا كاملا عليه الصلاة والسلام. وجدت قطعة ذهب في البحر، هل يجوز التصرف فيها؟ يجوز تصرف، رزق جاءك، ولا هتعرف الذهب في البحر تقول ماذا؟ شخص عليه حوالي 30 يوم من رمضان، ولكن 30 يوم ليسوا في شهر واحد، في رمضانات متعددة. أعلم أن عليه القضاء، لكن هل سيكون في مشقة عليه؟ هل يجوز أن يكفر عن 30 يوم؟ لا، أعدهم يا أدهم. التليفون يا محمود أبو مشرف 0-5-3-3-3-8-3. ما الفرق بين سنة العشاء وركعتي الشفع؟ هذه شيء وهذه شيء، هذه ركعات وهذه ركعات أخرى، هذه من قيام الليل وتلك سنة راتبة. هل للمطلقة الحامل نفقة أثناء الحمل؟ نعم لها نفقة، لقول الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. حكم شراء الأضحية أو شراء سيارة من فلوس قرض من بنك؟ عجبناك، لا يجوز القرض الربوي. ضيعت أختي أمانة سلمت لها من طرف إخوتها تتمثل في ذهب ومال لتخبئها لهم، لكن تعرضت أختي لسرقة وسرقت الأمانة، هل علي شيء؟ هي ملزمة بها، إلا إذا كان سطوا مسلحا عرف للناس كلهم، أو كان شيئا اتضح للناس كلهم، وإلا دعوى أنها سرقت دعوى عريضة قد تأخذها وتدعى أنها سرقت. فالظاهر أن لهم الحق في المطالبة. اخرج يا عدو الله من عبد الله، اخرج يا عدو الله أنا رسول الله، ثابت ثابت الإسناد. علي دين من قبل الحرب في سوريا ولا أعرف الآن سبيلا لصاحب الدين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تصدق بي عنه. هل يجوز الحج لمن عليه دين؟ يجوز، لكن عليك بسداد الدين. ما حكم أكل الحصان؟ لا بأس بأكل الحصان. قالت أسماء نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه.
هل الجنة التي كان فيها آدم بمعنى الحديقة وليست الجنة الحقيقية؟ لا يا تابوك، أسئلتك غريبة يا تابوك. ماذا يستحب قبل الإفطار؟ يستحب الدعاء. هل تجوز الزكاة لشراء جهاز العروسة يتيمة؟ أعطيها، أعطي وليها مالا لفقره أو لفقرها وهي تصرف. هل دعاء المرأة النفساء مقبول؟ ما المانع يا ماليزيا، ما المانع أن المرأة النفساء تدعو؟ الدعاء عموما مرده إلى الله، لكن ليس عندنا نص يقول أن دعاء الحائض أو النفساء ليس بمقبول. ما حكم من صلى قبل الأذان بعشر دقائق لأنه خارج المنزل لأنه في عمل؟ صلى ماذا؟ وضح السؤال، صلى ماذا؟ تسديد ديون لشخص مش عارف أصليه والمبلغ من مدة طويلة وكان بريال السعودي وأنا عملتي أقل قيمة، أعمل إيه؟ كما أخذت المبلغ سلم المبلغ، ابحث عن صاحب المال واجتهد. يجوز القراءة للميت في البيت أم في المقابر؟ لا هذا ولا ذاك يا محمد، لم يرد أن النبي كان يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات. أبو عبد الرحمن إن شاء الله أجتهد في هذا إن شاء الله، لكن اليوم سبت خاصة أكون راجع من الفضائيات والمشوار يأخذ من القاهرة إلى قريتنا التابعة المنصورة في زمن طويل، فهذا الذي يؤخرنا، بس أرجو المعذرة. أشكرك إن شاء الله. أعطاني أحد مالا ولم يذكر هل هي صدقة أم ماذا؟ فين السؤال راح؟ ابني على الغالب حاله، رجل أراد أن يسلم علي باليد أثناء خطبة الجمعة، أمد يدي؟ مد يدك. عم الطفل أعطاني كوبا مرسوم عليه صورة ابني، أكسره؟ لا لا تكسره، فالكسر فيه إتلاف أيضا. الفتحة للنبي للميت هل تجوز؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم الزوج الذي تخلى عن زوجته؟ الله خير وأبقى، لكنه ظالم. ما حكم النوم على جنابة؟ إذا توضأت لا بأس أن تنام وتغتسل عند الاستيقاظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنام أحدنا وجنب؟ قال نعم إذا توضأ. عورة الرجل السوأتان عورة بالاتفاق، وبقي من السرة إلى الركبة عورة عند الجمهور، لكن الخلاف قائم في الفخذ، هل الفخذ عورة؟ ورد حديث لفظه الفخذ عورة، وورد حديث أن النبي حصر عن فخذه. قال البخاري حديث جرهد حديث أنس أسند الذي فيه أن النبي كشف عن فخذه لما جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال ألا تستحي من رجل تستحي من الملائكة، وحديث جرهد أحوط. فلذلك العلماء قالوا العورة عورتان، عورة مخففة كالفخذ وعورة مغلظة كالسوأتين. من شروط القصاص ألا يقتص من الأبناء من الآباء لأجل الأبناء، المعنى ذلك المرأة التي قتلت أبنائها عمدا لا يقتص منها؟ تلك قضية تنظر يا رضا بن سليمان، عندنا نصوص أخرى. الوالد ورد فيه نص لا يقتل الوالد بولده، أما الأم فعندنا الأصل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فاصفر بذات الدين تربت يداك. اسمع يا نور الإسلام، لأن الناس تفهم هذا الحديث خطأ. تنكح المرأة لأربعة، لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها. فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني اصفر بذات الدين من هؤلاء. فإذا كانت مثلا عندنا امرأتان على درجة واحدة من الدين، واحدة دميمة وواحدة طيبة الشكل، أخذ من؟ أخذ طيبة الشكل لأنها ستعفني. واحدة دميمة اثنتان في نفس الدرجة من الدين، واحدة أبوها مجرم والأخرى أبوها رجل صالح، تزوج من؟ هتزوج التي والدها رجل صالح. إن عند أي مشكلة ستجد أباها يأتيك بالسيف عن التي ليس بالصالح. دينة وعلى نفس الدرجة من الدين
وهذه ثرية وهذه فقيرة، تزوج من؟ الرسول تزوج السيدة خديجة رضي الله عنها. وكذلك الأمر بالنسبة للبنت، بنت تقدم لها شخصان على درجة واحدة من التدين، على درجة واحدة من التدين، هذا الأصل. لكن واحد شكله جميل يعفها تقر عينها به، وواحد قد تنفر منه، تتزوج من؟ تتزوج الذي تستريح له، أحرى أن يدم بينكما. تزوج تقدم لها شخصان على درجة واحدة من التدين، واحد ثري والآخر فقير، تتزوج من؟ الثري سيجعلها تقر في بيتها، الفقير قد يحملها أن تخرج للعمل، وهكذا. لكن الأصل الدين. أما إذا كانت امرأة ليست بدينة وجميلة، وأخرى دينة ودميمة، وكان لزاما أن أتزوج واحدة منهما، فاصفر بذات الدين تربت يداك. هل يلزم أن أشتري قمح أو شعير وأخرجه زكاة؟ رز، ممكن رز طعام الناس. رسالة لمحتكري تأشيرات العمرة، ليس في احتكار، المسألة عرض وطلب، لكن الحكومات تضيق على شركات السياحة في العمرة. يعني لو أنت عايز تروح أوروبا، تذهب إلى أوروبا في أي لحظة إن شئت تسيح في الأرض، لكن الحرم الحكومات تضيق على المعتمرين منهم. الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم، الله يهديهم. هل يجوز أن أذهب صوم رجب وشعبان لأمي وأبي الميتين؟ لم يرد ذلك إلا إذا كان عليهما صيام. عبد العزيز سليمان، ما حكم المرأة التي صفحت رجل أجنبي في العمل وهي ترتدي قفاز؟ القفاز هون البلاء بعض الشيء. من منطلق اخرج يا عدو الله، هل يمكن أن يدخل الجني جسد الإنسان؟ قال بذلك عدد كبير من العلم. حكم خاتم التسبيح لا بأس به. حكم أكل اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية لكنه مصعوق بالكهرباء بعد الذبح. بعد الذبح مصعوق، لا اعتبار بعد الذبح، الكلام على قبل الذبح، يعني الكلام على قبل الذبح. إذا صعك فمات بالصعق لا تأكل، لكن إذا خدر وذبح وأنهر الدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكله، ليس السن والظفر. يقول لا أستطيع طعام 10 مساكين كفارة يمين، فهل أعطي مبلغ لأحد من الإخوة لتصريفه؟ يشتري لك يا مؤمن وكيل عنك في شراء 10 وجبات، اشتري 10 كشري إذا كنت من أهل الكشري، اشتري 10 كباب إذا كنت من أهل الكباب، اشتري 10 فول إذا كنت من أهل الفول، على حسب طعامك المتوسط. معزوفة المطر، ما حكم الذي يهدد زوجه بالطلاق إن ذهبت إلى أهلها وإن فعلت، فهل تعتبر طالقا؟ الغالب من حال الناس أن هذا تهديد بالطلاق، أن هذا التهديد ليس المراد الإنجاز، لكنه يأثم إن ظلمها ومنعها من أهلها، لأنه قاطع للرحم حينئذ. والله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل يلزم قراءة، هل صحيح أن الحكمة من الجمعة والاجتماع، فلو فاتت جماعة صلاة الجمعة؟ لا يا أشرف، لا تدخل في الغلط، لا يزولن لك الشيطان وهذا الفهم الخاطئ. الله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. طلاق الحائض واقع عند الجماهير مع أنه خالف السنة، إلا أن الطلاق واقع عند الجماهير. وقت أذكار الصباح من بعد صلاة الصبح لأن تطلع الشمس، ووقت أذكار المساء بعد المغرب، وقيل بعد العصر. حكم كشف الوجه أمام أخوات بنتي من الرضاع، علما بأني رضعت أختهم. أخوات نساء ولا أخوات رجال؟ أمام أخوات بنتك، بنتك رضعت من أمهم إذا كانوا ذكورا، لأن المصريين اللغة إخوات يعني بنات، إخوة أخوات بنات. لكن أنا سأجيب على أن الأخوات ما فيش فيها أي إشكال، لكن
بنتها رضعت من مرأة، والمرأة لها أبناء، فالأبناء أصبحوا إخوة لبنتها. هي تسأل هل يجوز أن يرونني؟ لا يجوز، ليس بينك وبينهم صلة. ليست أسئلة غريبة، خرج علينا من يقول إن ليست الجنة الحقيقية. هذا قول من الأقوال يا تبوك، صحيح أعرف أن هذا موجود، لكنني استعملت أسلوبا يعني شديدا، أنا أتأسف عليه معك لينزجر الناس عن مثل هذه الأقوال الشاذة. هل يأثم من لم يدفع ضريبة السيارة في دولة أوروبية؟ هل تستطيع أن تفر منها هناك في أوروبا؟ جاوبني في الهاتف. يرفع لأحد الشيوخ دروس وخطب عن النت، ومعظم الأحاديث التي يقولها يقول صححه الألباني. خلاص أنت، ما هي مسائل فيها بعض الاجتهاد، بارك الله فيك. أريد أن أتزوج، أنا من الأقصر وشغال مهندس في القاهرة وعمري 29، أبحث عن فتاة صالحة. تواصل معي أبحث لك عن زوجة، والله المستعان. بس ائت بمن يعرفك، من يعرفك، لأن أنت مجهول الآن لدينا. كيف أعرف أن الله قبل توبتي؟ ذلك أمر موكل إلى الله، لكن إن وفقت للطاعة فهي علامة، والله أعلم. هل تجوز صلاة ركعتي بنية الفجر سنة الفجر والاستخارة؟ نعم، زكاة سنة الفجر والاستخارة جائز، لأن النبي قال في الاستخارة فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. فتجوز الاستخارة بعد صلاة السنة، تجوز الاستخارة بعد سنة الوضوء. هل يجوز أن أذهب عمرة بالتقسيط لكن بسبب التقسيط تزيد السعر؟ هو يجوز، لكن لا أحب لك أن تستدين. أحمد يا نعيم، المسائل انتهت من زمن يا أحمد يا نعيم، الله يستر عليك. هل تجوز زكاة المال في شراء ثلاجة لعروس فقير؟ سلمها الفلوس. ما الدعاء الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟ الحديث الذي هو اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. قال أبو الفضل الهروي في علة الظاهر أنهم رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وفيها كلام. البسملة قبل الوضوء ليست بواجب. حمل طفل بنجاسة أثناء الصلاة ما دامت النجاسة لم تنتقل جاز. أحمد الشهابي، 5 أشخاص اشتروا قطعة أرض الزكاة عليها كيف بعد 5 سنوات، وكانت في الأصل للتجارة واتباعت بعد 5 سنوات، تقوم سنويا ما دامت للتجارة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت، بالسعر الذي إذا أعلن بيعت، وتحسب زكاة 5 سنوات. يعني مثلا هذه الأرض كانت في السنة الأولى بكم تقريبا، لكن السعر الذي إذا أعلن بيعت به الأرض، يعني أترخص شوية حتى تباع، وبعدها تزكى 2.5% على كل سنة. زوجها يعطيها أموالا تتصدق بها، هل يجوز أعطيها لأختي وهي فقيرة دون علم زوجي؟ إن كانت فقيرة. ما حكم المرأة التي تعقد على رجل وهي ضمن عدة الطلاق؟ يعني في داخل عدة الطلاق تعقد على رجل آخر، الزواج باطل، الزواج باطل، الزواج باطل، ما زالت زوجة، هذه ينبغي أن تحبس وتعزر. يقول تصدقت لغير الله، يعني تصدق رياء مثلا، وبعد التصدق أردت تصحيح نيتي، هل يمكنني ذلك؟ استغفر الله أسأله القبول. هل يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها دون علمه إذا كان شيئا يسيرا؟ إذا كان شيئا يسيرا
فالرسول يقول إذا تصدقت إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. يعني مثلا المرأة مثلا عندها 20 رغيف خبز، جاءها سائل أعطته رغيفا غير مفسدة، لكن جاءها سائل أعطته 15 رغيفا أفسدت، وهكذا على هذا فقيس. حكم عمل مقرأة على الفيسبوك وكل فرد يقرأ صفحة عن طريق النت وفيه شيخ يصحح، لا بأس إذا كنت رجلا، إذا كانت نسوة وستحدث فتنة الله لا يحب الفساد. هل تجوز قراءة القرآن الكريم من الهاتف بدون وضوء؟ تجوز. اشتغل مهندس وبيجيني شغل خاص من خلال الوظيفة علما بأني لا أتقاضى بدل تفرغ، هل يجوز العمل الخاص بحيث لا يؤثر على عملي؟ عملك أصلا حكومي أو خاص؟ وضح، حكومي أو عمل خاص؟ وبعد، هل له أي تأثير على سلامة عملك أم لا؟ وضح. العمرة لابد أن تكشف المرأة، وجاء في إجراءات السفر والعمرة سنة وستر الوجه واجب، هل تمنع المرأة من العمرة لهذا السبب؟ لا تمنع. ما أصل التصوير نفس الشيء، التصوير في الأصل في نهي عن التصوير، تصوير ذوات الأرواح، لكن ضرورة دعتنا إلى ذلك. حكم العزاء في السرادقات إذا لم نستطع أن نعزي الأقارب إلا فيها، لا بأس أن تعزي حينئذ. هل يجوز شرعا أن نذكر النساء عند وفاة شخص وقت العزاء بالرجوع إلى الله ونحذره من البدعة من الشرك، أم هذا مخالف؟ على حسب المقامات. هل يجوز الأخذ بأحكام أبي حنيفة في الزواج لأنها أيسر الآراء بين الفقهاء من حيث عدم وجود ولي وغيره من التيسير؟ الدليل يا أيمن هو الحكم، ما أمرنا الله باتباع مذهب، أمرني الله باتباع رسول الله. حكم الجماعة الكبيرة بالبيت، صلي في المسجد إن استطعت الصلاة في المسجد، إن كنت خايف من المباحث ولا شيء وبصلي في البيت مسألة أخرى. عبد الرحمن، هل الذبيح إسحاق أم إسماعيل؟ إسماعيل، إسماعيل، لأن الله قال في كتابه الكريم فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، فإذا كانت بشرت كانت بشرت بأن أنها سترزق بإسحاق وإسحاق سيرزق بيعقوب، كيف يأتي الأمر بذبح إسحاق وهي لم وهي كانت بشرت بذلك؟ حكما قال لزوجتي كل ما تحلت حرمي، هي كفارة واحدة. أخي ليس من يصور الحال، هل تجوز له زكاة المال من مال زوجي ولكن من غير علم؟ تجوز إذا كان فقيرا. أمي تسكن في بلد غريبة عن بلدها، وجدي قبل وفاته كتب لها بيته على شرط أن تعطي أمي تسكن غريبة عن بلدها. جدي قبل وفاته كتب لها بيته على شرط أن تعطي إخوتها نصيبهم أموال، وذلك لأنها الوحيدة التي لم تملك بيتا. هل هذا جائز؟ إذا كتب في حياته يجوز، لكن بعد الوفاة لا يجوز لأنه لا وصية لوارث. حكم قراءة سورة البقرة، يعني يلزمها لأنها تعتبر كديون عليها تسدد لإخوانها، ما معنى أجمله في الطلب؟ أجمله في الطلب يعني لا تجلس مثلا تقول يا رب ارزقني 100 جنيه أشتري ثوب، يا رب ارزقني 50 جنيه أشتري نعل، يا رب ارزقني 40 جنيه أشتري كيلو سمك، أو اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. إجمالا رقم الهاتف تامر الأزهري 0153333883. ابن عباس كان يرى أن صلاة الضحى هي صلاة الشروق، وينقل عنه أنه قال ما زلت أبحث عن مستند لصلاة الضحى من الكتاب العزيز حتى مررت بقوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، فكان ابن عباس يسمي صلاة الضحى صلاة الإشراق.
هل يجوز ارتفاع الصوت بعد الشيء بدون قصد في الصلاة الفردية؟ يجوز. وبعدين أنت رجل أو امرأة، السؤال أين نرمي الأظافر بعد قصها؟ في أي مكان، في الزبالة. نصيحتي لشعب الجزائر أن يستمسكوا بكتاب الله وأن يستمسكوا بسنة رسول الله، وأن تكون همتهم في الدعوة إلى كتاب الله والدعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يجوز عمل عمرة عن شهدائنا في نيوزيلندا؟ يجوز أن تعمل عمرة عن شخص تسميه، سمي الشخص الذي ستعتمر عنه. يقول حكما كانت عنده مشكلة خروج من قطرات من البول بعد التبول، مع العلم أنه يوجد قطرات تخرج فعلا وليست وسواس. إذا كانت بصورة مستديمة يا أحمد يكون مصاب بالسلس ويتوضأ ويصلي ولا يبالي. إن كانت هذه القطرات تخرج على مدار كل ساعة مرة مثلا أو نحو ذلك فيلزمه الوضوء. خفف من لحياتي عشان الشغل، عشان باللغة المصرية تعني من أجل. إذا كنت مضطرا للعمل جاز لك ذلك، غير مضطر حافظ على دينك. كمال الداخل شيخ من أهل العلم له دار للقرآن يصلي بها الجماعة، يلزمه أن يصلي في المسجد، يلزمه أن يصلي في المسجد. إذا كان معلم القرآن يجبن ويترك المسجد والمؤذن يقول حي على الصلاة، تعال صلي، حي انهض للصلاة، لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ابن مسعود يقوله. تقول شخص عنده مشكلة في معدته ولم يصم رمضان ولم يدفع الكفارة في الذمة، السؤال بخصوص ارتفاع الصوت قليلا، المرأة تصلي وحين الصوت يخرج منها ترتفع قليلا أثناء صلاتها، إذا كانت في البيت حيث لا يسمعها الرجال الأجانب فلا بأس، إذا كانت أمام الرجال الأجانب فتجتهد في أن تخفي صوتها عنهم، أن النبي قال إنما التصفيق للنساء، إذا كانت تمنع من قول سبحان الله إذا اعتراها شيء يسمعها الرجال فلا ترفع الصوت. العيد أبو محمد أجابنا يا عيد أخلصوا نياتكم لله، نياتكم لله سبحانه وتعالى، واعلم أنه ليس لك إلا رأس مال نفس واحدة، نفس واحدة فضعها حيث يريد الله سبحانه. إذا سألك الله لماذا بذلت نفسك تقول يا ربي من أجل دينك، من أجل شريعتك يا ربي، لا من أجل ديمقراطية، لا من أجل ليبرالية، لا من أجل اشتراكية. إذا سألك ربك سؤالا لماذا عبدي، في ماذا بذلت نفسك، تقول يا ربي من أجل نصرة دينك. انتبه لهذا لأنك ستسأل. تزوجت بنت خالتي، وبعدين أين هل أعطي الصداق أو المهر لزوجتي أم لخالتي شرعا؟ صداق المرأة للمرأة ليس لأبيها يرحمك الله، يرحمك الله، صداق المرأة لأبيها لي عفوا صداق المرأة لها ليس لأبيها ولا لأمها، لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال الرسول عليه السلام لها الصداق بما استحللت منها، الحديث. ما حقيقة أن صلاة الفجر متقدمة عن وقتها الفعلي بنصف ساعة؟ نصف ساعة كثير جدا يا أحمد، انتبه، اطلع انظر الخيط الأبيض من الخيط الأسود في السماء ترى الوقت، تحل المشكلة. لكن أنبهك على شيء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر، يؤذن المؤذن فيصلي ركعتين ويضطجع شيئا ما ويصلي بالستين إلى المئة. وعائشة تقول كنا ننصرف من صلاة الفجر
أو كانت النسوة ينصرفن من صلاة الفجر متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. فتخيل أنك المؤذن أذن بعد نصف ساعة من الأذان، وبعد ذلك صليت السنة واضطجعت شيئا ما وصليت بستين إلى الماء، ستخرج النار طالع. حكم زيارة القبر للنساء لا بأس إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة، فلا فتنة ولا بدعة تجوز. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، داعيا بدعوة الصالحين من قبلنا الذين بلغوا أشدهم وبلغوا 40 سنة. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سائلا الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين، أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن ينتقم من أهل الكفر وأهل العناد وأهل الشقاق وأهل الغدر وأهل الخيانة. سائلا الله أن يرحم إخواننا الذين توفاهم الله في نيوزيلندا وفي غيرها من البلاد، داعيا الله أن ينتقم ممن ظلمهم وممن قتلهم. اللهم أمين، اللهم أمين. فأنت يا رب على كل شيء قدير، لجأنا إليك، لم نلجأ لحكام ولم نلجأ لشعوب، إنما لجأنا إليك وحدك لا شريك لك. أنت القادر على الانتصار من هؤلاء الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أوليائك. اللهم انتقم منهم وشتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير يا رب العالمين. هذا، وأهيب بإخواني أن يجتهدوا لنصرة دينهم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في أهل الكفر والظلم: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا قول ربكم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اذكروا قول ربكم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، أكثروا من شكر الله وامتثلوا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأشرار يتسلطون علينا بسبب ذنوبنا، الأشرار يتسلطون علينا بسبب ذنوبنا، فلنستغفر الله من ذنوبنا يصرف الله عنا كيد الأشرار وكيد الفجار. هذا الشكر لله أولا وآخرا، والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله. سألني الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. سألني الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لنشر المقال ولنشر هذه الفتاوى لإخوانهم، ومستغفرا الله من كل زلل ومن كل خطأ. اللهم أمين. هذا، وأشكر إخواني المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وسلمهم أينما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.